الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فأيها الكرام، استكمالا لمباحث صفات المعاني، نتكلم اليوم في المطلب الخامس حول تعلقات صفات المعاني. بداية نقول: الصفة لا تقوم إلا بذات. فمن ماهية الصفة، يعني من الصفات الذاتية للصفة، أنها تقوم بالذات لا تقوم بذاته. هذا أمر تقتضيه الصفة. الأمر الثاني الذي تقتضيه بعض الصفات هو التعلق بغيرها، فالتعلق غير الصفة، التعلق شيء غير الصفة، هو لازم قيام الصفة بالذات أن تتعلق بأمور تطلبها، كما عرف هنا معنى التعلق: طلب الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذات. فهذه الصفة غير قيامها بالذات تطلب أمرا زائدا. فمثلا القدرة، قيام القدرة بالذات يطلب مقدورا عليه، تتعلق به القدرة، يقبل أثر القدرة. قيام العلم بالذات يطلب وجود معلومات يكشفها أو تكشفها صفة العلم. نعم، وهكذا الإرادة. فالصفات تنقسم إلى قسمين من هذه الحيثية: بعض الصفات لها تعلقات، والبعض الآخر ليس لها تعلق. صفة الحياة لا، ليس لها تعلق، بمعنى أنها لا تقتضي أمراً زائداً غير قيامها بالذات. أما بقية الصفات الست فإنها تطلب أمراً زائداً تتعلق به، ويختلف نوع التعلق بحسب الصفة. فعندنا تعلق، يعني قد يقسم التعلق بهذا التقسيم بحسب المتعلق به الممكنات والمعلومات والموجودات، وقد يقسم تقسيماً آخر بحسب نوع التعلق: تعلق تأثير، تعلق كشف، تعلق دلالة. هذا تقسيم آخر، احنا قسمنا هنا هذا التقسيم. فبعض الصفات يتعلق بالممكنات، وهي التي تقبل أثر القدرة والإرادة. عندنا تعلق التأثير يختص بالإرادة والقدرة، تعلق التأثير يختص بالإرادة والقدرة، فهما صفتا تأثير، لكن يختلف نوع التأثير. القدرة تؤثر بالإيجاد والإعدام، وكل الممكنات أمام القدرة سواء. الإرادة هي التي تخصص الممكنات ببعض ما يجوز عليها، فهذا الممكن تخصصه الإرادة بالإيجاد، فتتعلق القدرة بإيجاده في الوقت الذي خصصته الإرادة على وفق المقادير والصفات التي خصصتها الإرادة. هذا تعلق التأثير، وهذا لا يكون إلا بالممكنات، وقد سبق معنا بيان وجه استحالة تعلق القدرة والإرادة بغير الممكنات. فرضنا أنها لو تعلقت القدرة بالواجبات، فمعنى الواجب ما لا يقبل العدم لذاته، أليس كذلك؟ فلو تعلقت القدرة بالواجب تعلق إيجاد، ستوجد
ما يستحيل عدمه، ما هو موجود. ماذا يستلزم؟ إيجاد الموجود. ماذا يستلزم؟ صيغ الحاصل. طب إذا تعلقت القدرة بالواجب تعلق إعدام قلب حقائق، لأنه لا يقبل العدم. فإذا قبل العدم، يعني قبل أثر القدرة، لم يعد واجبا بل صار ممكنا، والمفروض أنه واجب، أليس كذلك؟ ولو تعلقت القدرة بالمستحيل تعلق إيجاد يستلزم المستحيل حقيقة لا يقبل الوجود، فلو قبل الوجود قبل أثر القدرة بالإيجاد يستلزم ماذا؟ قلب الحقائق. ولو تعلق، لو قبل المستحيل أثر القدرة بالإعدام، هو معدوم لا يقبل الوجود لذاته، فماذا ستعدم؟ تحصيل حاصل. فمن هنا قالوا يستحيل تعلق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل، فلا تتعلق. وليس هذا عجزا في القدرة، ليس عجزا في القدرة، وإنما ليس من وظيفة القدرة التأثير بالواجبات والمستحيلات. فلا تستطيع أن تقول إن عيني عاجزة عن الكلام، ليس من وظيفتها الكلام، واضح؟ فحتى يصح تحصل أثر القدرة لابد أن تكون القدرة مؤثرة، هذا واحد، وأن يقبل المحل أثر القدرة، هذا اثنين. فقدرة الله ليست عاجزة عن التأثير فيما يقبل التأثير، اللي هو إيش؟ الممكن. محل قبول الأثر، أثر القدرة والإرادة، هو الممكن حصرا. الذي يقول إنكم عجزتم الرب بهذا، نقول يلزمك أن تقع في محاذير كبيرة، أن تجيب عن سؤال من يقول لك هل يستطيع الرب أن يعجز نفسه، ماذا ستجيبه؟ تقول هذا مستحيل عقلا، لأن القدرة لا تتعلق بالمستحيلات. هذا سؤال متناقض. إيش معنى هل يمكن أن يؤثر الله في ذاته بالقدرة والإرادة؟ وهذا قاله المشبهة الآن، ماذا يقولون؟ الله يتصرف بذاته، يعني ذات الله وصفات الله تقبل أثر القدرة والإرادة. قل لك يتكلم بمشيئته. قل له معنى كلامك، مفهوم كلامك، أن يعني لو جئنا نصيغ سؤالك، هو كأنك تقول هل يمكن لما لا يقبل العدم أن يقبل العدم؟ قلب للحقائق، واضح؟ نعم. صفة التعلق الثاني تعلق بالمعلومات، المعلومات اللي هي أقسام الحكم العقلي الثلاثة، الواجب والممكن والمستحيل والممكن. فالعلم يتعلق بجميع المعلومات الواجبة، فالله يعلم حقيقة الذات وحقيقة صفاته على ما هي به، والمستحيل يعلم الله استحالة الشريك، ويعلم الله تعالى استحالة الخلف على علمه، ويعلم الله تعالى كل مستحيل على ما هو به، أنه مستحيل في ذاته، لا يعلم أنه موجود بل يعلم أنه مستحيل في ذاته. وتعلق ذا علمه بالممكنات، الممكنات نوعان، موجود ومعدوم، موجود ومعدوم، والمعدوم يمكن أن يعني سيوجد، ها، مثل أبنائنا وأبناء أبنائنا وهكذا، سيوجد إن علم الله أنه سيوجد، وما لن يوجد يعلم الله أنه لن يوجد، واضح؟ هذا بالنسبة للعلم. طبعا ما في علم الله لا يكون إلا واجبا أو مستحيلا، فكل ما علم الله أنه سيكون فيجب أن يكون، لا لذاته بل لغيره. هذا اللي هو إيش؟ الواجب العرضي، ذات الله وصفاته واجبة لذاتها، لكن ما علم الله أنه سيوجد عقلا يجب أنه يجب أن يوجد. لماذا؟ لاستحالة الخلف، حصول الخلف في علم الله تعالى، أن يعلم الله شيئا ثم يكون خلاف.
دلالة الكلام أو الكلام يتعلق بجميع المعلومات، وهو ما يتعلق به صفة العلم، الواجبات والممكنات والمستحيلات، لكن التعلق هنا يختلف، تعلق دلالة. فكل ما علمه الله بعلمه دل عليه بكلامه، واضح؟ كلام غير منقطع، كما سيأتي مع المبحث القادم إن شاء الله. التعلق بالموجودات، الموجودات نوعان، واجب وممكن، فالله موجود أزلاً، واضح؟ وصفاته كذلك، فالله يسمع ذاته وصفاته ويبصر ذاته وصفاته، واضح؟ نعم، لأنها موجودة. والمخلوقات الموجودة كذلك يسمعها الله ويبصرها، وسمع الله كل هذه تعلق كشف، سمع الله يتعلق بجميع الموجودات تعلق كشف، يختلف عن كشف البصر، ويختلف كلاهما يختلف عن كشف العلم، ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. بعض السادة الماتريدية أرجع صفتي السمع والبصر إلى صفة العلم، فقال ليست الصفتان زائدتين على صفة العلم، بل هما تعلق صفة العلم ببعض المتعلقات. فمثلا يقال صفة البصر هي تعلق صفة العلم بالمسموعات، بالمبصرات. صفة السمع تعلق صفة العلم بالمسموعات، كما أن صفة العلم تتعلق بالمذوقات وبالملموسات وبالمشمومات من غير مماسة ولا اتصال، هكذا. فلا يثبتون صفة زائدة على العلم. بعض السادة الماتريدية ذهب إلى هذا. أي نعم. وكل هذه الصفات طبعا ثابتة في القرآن الكريم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لقد سمع الله قول الذين قالوا، إلى آخر الآيات. في ختام هذا المبحث نقول ما مررنا عليه سابقا، أن التعدد والتغير في التعلقات لا يستلزم التعدد والتغير في الصفات، فبصفة واحدة بالعلم تدرك جميع المعلومات، بالقدرة تتعلق بجميع المقدورات، والإرادة بجميع المرادات، والسمع بجميع المسموعات، والبصر بجميع المبصرات. نعم. وقلنا إن المسموعات بالنسبة لنا هي الأصوات، لكن بالنسبة لما في نفس الأمر غير الأصوات يمكن أن يسمع، وغير الأشكال والصور والألوان يمكن أن يبصر، فالله سبحانه وتعالى يمكن أن يسمع ويمكن أن يبصر، وليس كلامه بأصوات وليس ذاته بصور وأشكال. نعم. فالتعدد والتجدد يكون في التعلق لا يكون في المتعلق اللي هي الصفة. ننتقل إلى المطلب السادس، وهو صفة الكلام ومسألة خلق القرآن الكريم. قال رحمه الله تعالى: وهو سبحانه متكلم بكلام هو صفة له أزلية ليست من جنس الحروف والأصوات، وهو أي الكلام صفة منافية للسكوت والآفة، والله تعالى متكلم بها آمر ناه مخبر. والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وهو مكتوب في مصاحفنا، محفوظ في قلوبنا، مقروء بألسنتنا، مسموع بآذاننا، غير حال فيها. أي تحتاج إلى شيء من التركيز، ليست صعبة لكنها تحتاج إلى شيء من التركيز. أولا نقول صفة الكلام صفة أزلية كباقي الصفات، لا تتعلق بالمشيئة والقدرة كما في صفة العلم. الإمام أحمد رحمه الله
في مسألة خلق القرآن كان يقول القرآن من كلام الله، القرآن من علم الله، وعلم الله غير مخلوق. يعني كما أن العلم يتعلق بجميع المعلومات كذلك كلام الله، وكما أن العلم وصف قائم بذات الله تعالى لا يتجدد، لا يحدث، لا يزول، لا يزيد، لا ينقص، كذلك كلام الله سبحانه وتعالى. وكما أن علم الله لا يتعلق بالمشيئة لا نستطيع أن نقول يعلم إذا شاء. كل شيء يتعلق بالمشيئة يمكن أن يتصف الله به وبضده، يحيي ويميت، ينفع ويضر، يعطي ويمنع، يعز ويذل بمشيئته، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. واضح؟ ما دامت اتصل أو تعلق بالمشيئة فلا يكون وصفا قائما بذات الله، لأن كل وصف قائم بذات الله فهو واجب، والواجب لا ينعدم ولا تتعلق به المشيئة. فصفة الكلام لا تتعلق بالمشيئة لأنها صفة واجبة قائمة بذات الله، ولا يقوم بذات الله إلا الوصف الواجب. لذلك الإمام الطبري في التفصير في معالم الدين قال: وهو سبحانه المتكلم الذي لا يجوز عليه السكوت. فكلامه ليس من جنس كلامنا، يتقضى ويتمضى ويزول وينعدم، يحدث وينعدم كما تقول المشبهة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واصطلح العلماء على تسمية الكلام، صفة الكلام الأزلي القائم بذات الله، بالكلام النفسي، بمعنى أنه كلام قائم بذاته سبحانه وتعالى، ليس بحرف ولا صوت. أولاً أدلة ثبوت صفة الكلام لله، هل لله كلام؟ نعم، أهل السنة الأشاعرة والماتريدية وفضلاء الحنابلة أثبتوا هذه الصفة أزلية. أولاً الإجماع، إجماع الأنبياء وأتباع الأنبياء وإجماع هذه الأمة. ثانياً نتكلم عن صفة الكلام النفسي، هل يوجد شيء اسمه كلام نفسي؟ نعم، الكلام إما أن يكون حرفاً وصوتاً، وإما أن يكون ليس حرفاً ولا صوتاً. الإنسان فيه هذان النوعان أو الصنفان للكلام، فيقوم بذاته كلام بحرف وصوت، ويقوم بذاته كلام ليس بحرف ولا صوت. فالكلام يطلق على هذين النوعين على سبيل الحقيقة، بعض العلماء قال حقيقة مجاز، لكن الصحيح أنه يطلق عليه بالاشتراك اللفظي. فالكلام بحرف وصوت يقال له كلام، والكلام النفسي يقال له كلام. الدليل قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا. أين قال؟ في نفسه. سيدنا عمر في سقيفة بني ساعدة ماذا قال؟ فزورت في نفسي مقالة. وتقول للإنسان في نفسي كلام أريد أن أقوله لك. إذن أصل الكلام أين؟ في النفس. واللسان عبارة عن مغرفة يغرف بها من هذا الكلام ويخرج، وهو تبع للعلم الذي لا تعلم ولا تستطيع أن تتكلم به. ويقول لك تكلم في الموضوع الفلاني، قال والله ما عندي كلام في هذا الموضوع، ليس عندي كلام. إذن الكلام أين موجود؟ في الداخل، هذا الأصل. نعم، يدل على العلم. ما لا علم لك به كيف تدل عليه بكلامك؟ واضح؟ تعلم تدل عليه بكلامك النفسي، ثم إن أردت أن تخرجه. والكلام أصله في النفس، ويعبر عنه بعدة أسباب، بعدة صور. قد تعبر عنه بحروف وأصوات، وقد تعبر عنه بإشارات، وقد تعبر عنه بحروف مكتوبة، وكلها تدل على ما في نفسك من كلام. لماذا نقول هذا؟ هل نشبه كلام الله النفسي بكلامنا النفسي؟ حاشا وكلا، فالله ليس كمثل شيء، وصفاته ليس كمثل شيء. هذا الكلام نقوله ردا
هذا الكلام نقوله ردا على المعتزلة كما سيأتي معنا، وعلى من وافقهم من المشبهة أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، فجعلوا كلام الله حرفا وصوتا على اختلاف بينهم سيأتي معنا. فقالوا كلام الله لا يكون إلا بحرف وصوت، عفوا، قالوا الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، والله متكلم، إذن كلام الله لا يكون إلا بحرف وصوت. هذا قياسهم، واضح؟ نحن ماذا نقول؟ أو قبل ذلك خليها هذه المسألة، الآن نفرغ من هذه. الرد على من يقول إن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، رددنا عليه بهذه الأدلة. أصل الكلام وين؟ في النفس، ويعبر عنه بعدة تعبيرات. هذا الكلام النفسي يقال له كلام على الحقيقة، والكلام بحرف وصوت يقال له كلام على الحقيقة بالاشتراك اللفظي، لكن بعد ذلك ينظر كيف عين، هذه عين، والعين الجارية يا عين على الحقيقة، هذا لفظ حقيقي وهذا لفظ حقيقي. لما تقول لي ترجم عين، أقول لك أي عين، لابد أن توضع في سياق حتى تفهم. هذا المشترك اللفظي لا يعرف معناه إلا بدلالة السياق، نعم، لأنه هذا لفظ حقيقي وهذا حقيقي. لو كان حقيقة ومجاز لكان الأصل أن يحمل اللفظ على الحقيقة إلا بقرينة تصرف عن الحقيقة إلى المجاز، أما المشترك اللفظي لا يفهم إلا بقرينة إطلاقا، لا يترجم إلا بقرينة، نعم. الله تعالى متصف بصفة الكلام النفسي الأزلي، وقد عبر عن هذا الكلام بحروف، بحروف، إنا جعلناه قرآنا عربيا. هذه الحروف اللي موجودة في المصاحف كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فيما سيأتي، قال القرآن والقرآن كلام الله تعالى في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق أي تلفظنا، وكتابتنا له مخلوقة. طب كتابة الله له في اللوح المحفوظ، كل ما قام في المخلوق حادث مخلوق، واضح؟ هل تستطيع أن تقول ما قام في اللوح المحفوظ هو قديم مثلا؟ كيف يقوم القديم باللوح المحفوظ؟ تصير زي النصارى، قول الصفة القديمة حلت في الناسوت الحادث، واضح؟ نعم، فما قام في القديم هذا أصل، اكتبه عندك، ما قام في القديم لا يكون إلا قديما، وما قام في الحادث لا يكون إلا حادثا. فاللوح المحفوظ حادث، وجبريل حادث، وبيت العزة الذي نزل جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم من اللوح المحفوظ في ليلة القدر إلى بيت العزة في سماء الدنيا في ليلة واحدة، هذا حادث. ثم نزل منجما، الصحف التي كتب بها حادث، والكتاب حادث، والكاتبون حادثون، لكن ما تدل عليه هذه الكتابة؟ كلام الله الأزلي، كما لو أنك كتبت لفظة الجلالة الله، هذه اللفظة التي كتبت الآن قديمة أم حادثة؟ لكن ما دلت عليه هذه اللفظة؟ قديمة، الذات الواجب الوجود قديم، فاللفظ دال حادث دال على مدلول قديم. أنا قلت الله، هذا ذكر، ذكري حادث ومذكوري قديم، واضح؟ فقراءة للقرآن فعلي وأفعالنا حادثة، والله خلقكم وما تعملون، ولكن المقروء اللي هو ما دلت عليه هذه الألفاظ كلام الله القديم. لأجل هذه القضية ألف الإمام البخاري رحمه الله خلق أفعال العباد للرد على بعض المحدثين الذين بدعوه وهجروه وأغروا به السفهاء وأظهروه في صورة المبتدع رضي الله عنه، والحق معه، وهو موافق تماما لما عليه أهل السنة والجماعة، تفصيل بين القراءة والمقروء كما نفصل بين الذكر والمذكور، نعم. فالمدلول
المدلول يعني المدلول عليه صفة الكلام الأزلي أو بعض متعلقات صفة الكلام الأزلي يدل عليه بحروف وأصوات تختلف بحسب اللغات، اللغات العربية السريانية العبرانية، لكن ما تدل عليه هذه العبارات معنى واحد قديم قائم بذات الله سبحانه وتعالى. فكلام الله القديم واحد لا تعدد فيه ولا تغير كسائر الصفات. التعدد يكون والتغير في المتعلقات، ها؟ ما تدل عليه هذه الصفة. طيب الآن حينما يقول أهل السنة والجماعة القرآن كلام الله غير مخلوق، ماذا يقصدون؟ هل يقصدون الحروف التي كتبت في اللوح المحفوظ أو الحروف التي كتبت في المصاحف؟ هل هذا هو القرآن القديم الذي لم يخلقه الله بل هو صفته؟ هل صفة الله تحل في الصحف كما رد البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد على بعض المتنطعين؟ قال الكتابة القرآن هي الموجودة في الصحف، أما القرآن قائم بذات الله. فإن زعمت أن عين الكلام هو الموجود في الصحف فقد زعمت أن صفة الله حلت في 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 الكاغذ أو في الصحف، وقد زعمت أن شيئا من صفات الله يرى في الدنيا ويراه البر والفاجر والمؤمن والكافر. فإن استشنع هذا وقال أنا أرى كتابة القرآن قال رجع إلى الحق الذي نقول به، فكتابة القرآن التي هي فعلي هي الموجودة في الصحف، لكن ما دلت عليه هذه الكتابة وهيش مدلولات بعض مدلولات الكلام النفس القديم هذا قائم بذات الله سبحانه وتعالى. أبو حنيفة رضي الله عنه قال والقرآن ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق. إذن والقرآن كلام الله فهو قديم. ما هو القرآن الذي هو كلام الله؟ الصفة القديمة، واضح؟ فلفظة الكلام ولفظة القرآن كلاهما أو كلتاهما تطلقان بالاشتراك اللفظي على الصفة القديمة وعلى الألفاظ الحادثة، فيقال كلام الله لما بين أيدينا الموجود في المصاحف وكلام الله المحفوظ في صدورنا، ها؟ من قرأ حرفا من كتاب الله حتى يسمع كلام الله. ويقال لي والقرآن كذلك يطلق على الوصف القديم ويطلق على الحروف الحادثة. قال الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه، انظروا التفصيل الدقيق لأبي حنيفة، قال نقر بأن القرآن كلام الله غير مخلوق ووحيه وتنزيله وصفته. إذن القرآن المقصود هنا بالقرآن كلام الله، لذلك أهل السنة لا يقولون القرآن غير مخلوق. القرآن يطلق ويراد به معنيان الوصف القديم والكتاب الحادثة، فلا يطلقون هكذا بدون تفصيل، يقول القرآن كلام الله مخلوق غير مخلوق. القرآن الذي هو كلام الله يعني الصفة القديمة غير مخلوق، كل صفات الله غير مخلوقة ولا حادثة ولا محدثة ولا متجددة، واضح؟ فلا يقولون القرآن غير مخلوق هكذا بإطلاق لئلا ينصرف الذهن إلى هذه الأحرف، وهذه كطبعت بالأمس أليس كذلك؟ نعم. قال ونقر بأن القرآن كلام الله غير مخلوق ووحيه وتنزينه وصفته. لا، صفته القرآن يطلق ويراد به إيش؟ الصفة الأزلية القائمة بذات الله التي لا تنفك عن الذات، لا هو ولا غيره. هذا زي كلامنا زي باقي الصفات، كباقي الصفات الكلام ليست هي عين الذات، فهو متكلم بصفة اسمها صفة الكلام وليس متكلما بالذات، ولا هي غيره يعني لا تقوم بغيره، ردا على المعتزلة الذين يقولون إن الكلام يقوم بغير الذات، كلام الله يقوم بالشجرة يقوم يعني بالحوادث بالقارئين. نعم، وهم ينفون أصلا صفة الكلام، ينفون أصلا صفة الكلام بمعنى أنها تقوم بذات الله تعالى. قال بل هو صفته على التحقيق. ما هو؟
القرآن الذي هو كلام الله، مكتوب في المصاحف، يوصف بأنه مكتوب في المصاحف، مقروء بالألسن، محفوظ في الصدور، غير حال فيها. إيش يعني غير حال فيها؟ هذا هو التفريق بين الوصف القديم وبين الأحرف والأصوات الحادثة. والحروف والحركات والكاغذ، هذه الورقة كاغذ، والكتابة الفارسية والأردية، والكتابة كلها مخلوقة لأنها أفعال العباد، لأنها أفعال العباد، وكلام الله تعالى غير مخلوق، فكل ما هو من قبيل فعل العباد غير مخلوق، وما ليس كذلك ها فهو. يعني لو فرضنا يعني واحد مزق المصحف يقال مزق كلام الله ولا مزق كلام الله، ونقصد بالكلام أي واحد؟ المكتوب. المكتوب نعم، قلنا الكلام يطلق بالاشتراك اللفظي على الصفة القديمة وعلى لو واحد نعم أحرق الكلام، نقول أحرق صفة الله القديمة، أحرق الحروف، أحرق الحروف الدالة على بعض مدلات الكلام القديم. نعم. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لأن الكتابة والحروف والكلمات والآيات دلالة القرآن. لولا أن هذا الكلام موجود في كتاب الوصية لأبي حنيفة لقالوا هذا ربما واحد أشعري الذي يتكلم، لأنه يشرح عقيدة، وهل عقيدة الحنفية الماتريدية والأشعرة إلا هذا الكلام، إلا هذه العقيدة؟ قال: الكتابة والحروف والكلمات والآيات دلالة القرآن. ما قال هي عين القرآن بمعنى الصفة القديمة، القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن هذه الكتابة والحروف هي دلالة القرآن لحاجة العباد إليها، وكلام الله تعالى قائم بذاته، كلام أبي حنيفة قائم بذاته، ليس قائما بالأحرف، ليس قائما بالأوراق، ولا قائما بصدور العباد، ومعناه مفهوم بهذه الأشياء. إذن معنى هذه الصفة القديمة مفهوم بواسطة الحروف والحركات والسور والآيات. فمن قال بأن كلام الله تعالى مخلوق فهو كافر بالله العظيم، والله تعالى معبود ولا يزال عما كان، وكلامه مقروء ومكتوب ومحفوظ من غير مزايلة عنه. إذن لما يقول وصفه القديم قائم بذاته غير مخلوق، من قال إنه مخلوق كفر، ماذا يقصدون؟ ماذا يقصدون؟ الكلام القديم، لأنه لو كان حادثا في ذات الله يلزم منه حدوث الذات، لأنه لا ما لا ما قبل الاتصاف بالحوادث لا يمكن أن يخلو عنها، لأن قبول الصفة أو ضدها وصف ذاتي لا يمكن أن تخلو الذات عنه، وما قبل الحوادث يستحيل أن يوجد قبلها، وما يستحيل أن يخلو من الحادث فهو حادث ضرورة. وخلاصة كلام الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه في مسألة الكلام أن ما قام بذات القديم فهو قديم، وما ذات ما قام بذات الحادث فهو حادث. خلاصة هذه المسألة، إذا قالوا كلام الله غير مخلوق ماذا يقصدون؟ الوصف القديم. وإذا قالوا كلام الله مكتوب في المصاحف، مقروء بالألسن أو الألسنة، محفوظ في الصدور، يقصدون الدلالات. واضح؟ ومن هنا يأتي مسألة مهمة جدا، أن لكل شيء موجود ثابت خارج الذهن أربع مراتب للوجود. كل شيء، كل شيء وجود في الأذهان، وجود على اللسان، وجود بالبنان، وجود في الخارج والأعيان. إذا قلت كتاب، في ذهنك صورة للكتاب، فهذا الوجود الذهني للكتاب. إذا كتبت كتاب، كتاب هذا وجود كتابي بالبنان، وإذا قلت كتاب هذا وجود لفظي باللسان، وإذا وجد الكتاب فهذا وجود حقيقي خارج الذهن، هذا هو الوجود الحقيقي، أليس كذلك؟ الوجود المتعين. واضح هذه؟ إذا قلت نار
فالنار لها وجود في الذهن ولها وجود على اللسان، هذه الأصوات التي تخرج تدل عليها، ووجود بالكتابة أحرف، ووجود في الخارج. ما هو الذي يحرق؟ ما هي حقيقة الوجود للنار؟ وجود الخارج. فحينما نقول ذات الله، الله هذا اللفظ له مفهوم معظم في نفوسنا يدل على الواجب الوجود، أليس كذلك؟ معنى لفظة الله أصوات تدل على الذات الواجب الوجود المقدس المنزه المتعالي. وإذا كتبنا لفظة الجلالة الله كذلك، هذه أحرف تدل على ذات، لكن هل هذه هي عين الذات أم دلالات على الذات؟ الوجود الحقيقي اللي هو خارج الذهن لله هو الوجود المنزه عن المكان، الوجود الواجب. واضح؟ صفة الكلام كذلك، إذا قلنا كلام الله فيطلق على العبارات الدالة الموجودة في المصاحف، ويطلق على ما حفظناه، المعاني القائمة بذاتنا والتي نعبر عنها باللسان وقد نكتبها بالبنان. فوجود لكلام الله على اللسان، ووجود لكلام الله بالبنان، ووجود لكلام الله في الصدور، ها، في الأذهان، ووجود لكلام الله في الحقيقة وهو الكلام النفس القائم بذات الله تعالى. إذا فهمنا هذا التقسيم، ذكر الإمام الغزالي رحمه الله في الجامع العوام وذكره غيره من أهل السنة والجماعة، تنحل الإشكالية، تنحل الإشكالية ويذهب التبديع والتضليل، ويتضح مذهب الإنسان. ما الذي تقصد؟ هل كلام الله الحقيقي هو هذه الأحرف القائمة اللي بالأمس تم طباعتها؟ هل هذا هو عين صفة الكلام؟ فإذا احترق يقال احترقت صفة الكلام، ها؟ طيب، سيدنا عثمان رضي الله عنه ألم يحرق المصاحف؟ عاد المصحف الإمام، هل معنى احترق كلام الله فلم يعد لله كلام؟ أم حرق أوراقا حوت حروفا تدل على بعض مدلات الكلام القديم؟ هذا هو. واضح؟ مسألة سهلة جدا وبسيطة لمن يعني تجرد عن التعصب. نعم، هذا الوجود الحقيقي اللي هو المعنى النفسي، اللي هو لما يقول لك غير حال في شيء منها، لما قال أبو حنيفة القرآن مكتوب في المصاحف مقروء بالألسن محفوظ في الصدور غير حال فيها، ما هو الغير الحال فيها؟ لما يقول مكتوب، ما هو المكتوب؟ الدلالة ولا المدلول؟ الدلالة. المدلول غير حال فيها، القديم. واضح؟ ثم قال وكلام الله تعالى قائم بذاته، ما هو الدلالة ولا المدلول؟ المدلول، يعني المدلول عليه اللي هو المعنى القديم النفس القائم بذات الله الذي ليس بحرف ولا صوت. واضح؟ الآن عندنا من خالف أهل السنة والجماعة في مسألة الصفات، صفة الكلام. عندنا مسألة فيها مذاهب، لكن أشهر مذهبين في مخالفة أهل السنة والجماعة في مسألة إثبات الصفة القديمة لله سبحانه وتعالى. عندنا مذهبان، المذهب الأول مذهب المعتزلة. المعتزلة ماذا قالوا؟ هكذا يعني نظم قياسهم، الله تعالى متكلم، هذا قول المعتزلة. هذا المقدمة الصغرى بكلام، طبعا هم يقولون قائم بغيره، إن المعتزلة منزهة لله أن تقوم بذات الأحوال. ولا كلام أو وكل كلام حرف وصوت،
إذن الحد الأوسط المشترك إيش هو؟ كلام كلام. إذن شو صار بقي عندنا؟ الله تعالى تكلم. الله تعالى تكلم بحرف وصوت. هذا القياس وافق المعتزلة عليه الشيخ ابن تيمية، وأتباعه من المعاصرين. قل لك الله متكلم بكلام. طبعا ابن تيمية لا يقول قائم بغيره، بل يقول قائم بذاته. أين؟ لا 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 لا، ابن تيمية المعروف الحفيد أحمد بن حليم أبو العبد، أحمد بن عبد الحليم أبو العباس. تمام. ابن تيمية يقول لا، قائم بذاته. هذا الخلاف. الآن في مسألة أخرى المعتزلة قالوا الله تعالى لا تقوم به الحوادث، كلام الله والكلام بحرف وصوت حوادث. إيش صار عندنا هون؟ عفوا، لا دقيقة دقيقة. الكلام بحرف وصوت حادث، إذن الكلام بحرف وصوت لا يقوم بذاته تعالى. قالوا الله متكلم والكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، فالله يتكلم بحرف وصوت. ثم قالوا الحرف والصوت حوادث، والله لا تقوم بذاته الحوادث، إذن الله لا يقوم بذاته الحرف والصوت. فقالوا معنى كلام الله أن الله تعالى يخلق أحرفاً وأصواتاً في بعض مخلوقاته. هذا معنى صفات الكلام عند المعتزلة. فليس لله كلام عند المعتزلة قائم بذاته، بس هو عبارة عن مخلوقات، أحرف وأصوات يخلقها في الشجرة، يخلقها في القارئين، يخلقها في من شاء من خلقه. واضح؟ هذه المقدمة الله تعالى لا تقوم به الحوادث، كلام الله أو لا، يعني هذا نظم تقريبي. الأصل نقول كلام الله عند المعتزلة بحرف وصوت حادثين، والله لا تقوم به الحوادث، فالله تعالى لا يقوم به الحرف والصوت. هل أهل السنة يخالفون المعتزلة في هذا؟ هل يخالفونهم في أن الكلام بحرف وصوت حادث؟ لا. فالكلام بحرف وصوت لا يقوم بذات الله تعالى. هل أهل السنة الأشاعرة والماتريدي يخالفون المعتزلة في هذا؟ لا. فهذا متفق عليه عند أهل السنة مع المعتزلة. نعم. إذن في المسألة الأولى الشيخ ابن تيمية وافق المعتزلة، في المسألة الثانية المعتزلة وأهل السنة متفقان. طب وين الخلاف؟ لا الثاني، في هل هناك خلاف بين الكل في أن الله تعالى متكلم بكلام؟ لا لا، ها الكل متفق. إذن هذه متفق عليها، متفق عليها، متفق عليه. نعم، هذه المقدمة متفق عليها كل وهذه الله تعالى تقوم ذلك. لا، هذه غير متفق عليها. الكلام بحرف وصوت حوادث هذه متفق عليها كذلك. صحيح. هذه متفق عليها. عشان نحرر محل النزاع، وين المختلف فيه؟ هذا واحد مختلف فيه، وهذا اثنين مختلف فيه.
كل كلام حرف وصوت اتفق عليه المعتزلة والشيخ ابن تيمية، خالف فيه من؟ أهل السنة أشاعرة ما تريدية، ماشي؟ خالفوا واستدلوا عليهم بما ذكرناه أن الكلام قد يكون بغير حرف وصوت، بل هو الأصل في الكلام والأحرف والأصوات تدل عليه. إذا نقضنا هذه، إذا لما نأتي بهذه الأدلة وبعد ذلك يستدلون على ما هو ثابت في اللغة، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد، هذا ليس دليلا، هذا الشاعر يصف أمرا واقعا، أن الأصل في كلام الناس هو الكلام النفسي ثم يعبرون عنه بعبارات. نحن لا نستدل على إثبات تشابه بين كلام الله النفسي وبين كلام النفسي، فقط لنقضي هذه القاعدة الكلية أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، أتيناهم بكلام ليس بحرف ولا صوت، واضح؟ ليس بحرف ولا صوت، إذا نقضنا عليهم هذه. إذا من بنى على هذا سيكون ماذا؟ خطأ. الله متكلم حق، الكلام ليس بحرف وصوت باطل، واضح؟ نقضنا هذا على الاثنين، فما سينتج عليه أن الله متكلم بحرف وصوت لا نسلم به، لأن هذه المقدمة غير صحيحة، هذه قضية كاذبة. تمام. الآن الله لا تقوم به الحوادث، هذا متفق عليه ودللنا على ذلك، متفق عليه عند كل الطوائف عدا الكرامية وتبعهم الشيخ ابن تيمية وعليه أتباعه، فقالوا الله تقوم به الحوادث، ونحن أثبتنا وذكرنا هذا بالأدلة العقلية والنقلية أنه يستحيل قيام الحوادث بذات الله، لأن كل ما قامت به الحوادث فهو حادث، ما قبلت ذاته الاتصاف بالحوادث يستحيل أن تخلو عنها، وما لا يخلو من الحوادث لا يسبقها، وما لا يسبق الحوادث وهي حادثة لا يمكن إلا أن يكون حادثا، فذات الله منزهة عن الحوادث. فماذا إن بنى على ذلك؟ نحن نقول الله تعالى متكلم بكلام، ها؟ الله بكلام، الله تعالى متكلم بكلام. طيب ساعدوني، الله تعالى لا تقوم به الحوادث، لا لابد من قدر مشترك. كلام الله، كلام الله وصف قديم ليس بحرف ولا صوت، لأن الحرف والصوت إيش؟ حوادث. فشو بصير عندنا؟ كلام الله تعالى متكلم بكلام قديم تقريبا، يعني هي مش قياس منطقي هكذا. فنحن نخالف، أهل السنة يخالفون المعتزلة وابن تيمية اللي مشى على طريقهم في هذه المقدمة، والشيخ ابن تيمية يخالف في هذه المقدمة، واضح؟ فمعنى كلام، صفة الكلام عند المعتزلة، هذه الخلاصة إيش هي؟ ما معنى صفة الكلام عند المعتزلة؟ حروف وأصوات يخلقها الله تعالى في بعض مخلوقاته، بس. ما معنى صفة الكلام عند الشيخ ابن تيمية؟ حروف وأصوات يخلقها الله في ذاته متجددة من الأزل، ها؟ وبمشيئته، وما كان بالمشيئة يمكن تركه، فعلى مذهبه يمكن السكوت، ويصرحون بإمكان السكوت، فما كان يمكن تركه هل يمكن أن يكون صفة كمال؟ وهذا تعطيل لصفة الكلام التي هي كمال يستحيل خلو الذات عنه. وصفة الكلام عند أهل السنة الأشاعر والماتريدية صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى ليست بحرف ولا صوت. وضحت الخلافات؟ أين؟ هذه هي حقيقة الخلاف.
بين أهل السنة في صفة الكلام وبين المخالفين فيها. بقي عندنا خلاف في بين أهل السنة الأشاعرة الماتريدية وبين السادة الحنابلة الذين يقولون صفة الكلام قديمة أزلية ليست متجددة ولا حادثة، ولكنه بحرف وصوت قديمين لا تعقل حقيقته، لا تسألون عن حقيقته، وليس له نظير في الشاهد، لأن الصوت والحرف في الشاهد في عالم المشاهدة لا يكون إلا حادثا، ولكن الله لا يقاس على خلقه، فنثبت لله حرفا وصوتا قديمين أزليين ليسا متجددين ولا حادثين ولا مخلوقين، والله أعلم بحقيقة ذلك. هذا مذهب من الحنابلة. نعم، طبعا السادة الأشاعرة يردون عليهم بأنه هذا مستحيل بالبداهة، لأنه معنى حرف، كيف بسم الله الباء تنعدم بالسين والسين حدثت بعد الباء، فلا يمكن أن يكون الحادث قديما. الآن المسألة الأخيرة في هذا المبحث، كلم الله موسى تكليما، هل أهل السنة ينكرون تكليم؟ بل هم الذين يثبتونه، ولكن يثبتونه على المعنى الذي ذكرنا، أي كشف. وهذا حصل فيه خلاف بين الأشاعرة والماتريدية بعد الاتفاق على أن الكلام وصف قديم قائم بذات الله تعالى، ليس بحرف ولا صوت. طب ما الذي سمعه موسى عليه السلام؟ قطعا ليس متجددا ولا حادثا، قطعا ليس متجددا ولا حادثا. عند الشيخ مثلا ابن تيمية، الله يتكلم بمعنى يخلق يحدث، إذا هو لا يقول يخلق، يتحاشى هذه اللفظة، يحدث، وما الفرق بينهما؟ سيان، يوجد بعد العدم، يحدث في ذاته حروفا وأصواتا ثم يسمعها جبريل أو تسمعها الملائكة، واضح؟ هذا معنى صفة الكلام عند الشيخ ابن تيمية. ويلزم من هذا أن يكون ما في الصحف وما في الألواح وما في اللوح المحفوظ مخلوقا، لأنه يقول ما أحدثه الرب تعالى عن ذلك في ذاته يسمى حادثا، وما أحدثه في خلقه يسمى مخلوقا. طيب الموجود في المصاحف واللي سمعه جبريل مخلوق، فما الفرق بينك وبين المعتزلة؟ هم يقولون هذا مخلوق وأنت تقول هذا مخلوق، هم يقولون اللي في اللوح المحفوظ المخلوق مخلوق وأنت تقول مخلوق، واضح؟ الذي سمعه موسى عليه السلام بحسب مذهب الإمام الأشعري رحمه الله هو عين أو بعض مدلولات الكلام القديم، فالله كشف الحجاب عن سمع موسى عليه السلام وخلق فيه إدراكا يدرك به بعض هذه المدلولات الكلام القديم. سمع الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت على سبيل خلق العادة، فعند الإمام الأشعري الكلام القديم يسمع على سبيل خلق العادة، عند إمام الماتريدي الكلام القديم يستحيل سماعه. فما الذي سمعه موسى عليه السلام؟ أصوات خلقها الله تعالى في الشجرة تدل على بعض مدلولات الكلام القديم. طب لماذا سمي كليما إذا كان يعني سمع أصواتا؟ قال لأنه بلا واسطة الملك، بلا واسطة، واضح؟ على سبيل خرق العادة. أما وجه تخصيص موسى عليه السلام لأنه سمعه بلا واسطة الملك والكتاب بخلاف سائر البشر. أنت تسمع كلام الله من الصبي الذي يقرأ القرآن الكريم بواسطة، هو سمع بلا واسطة هؤلاء. نعم، هذا خلاصة مبحث صفة الكلام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.